بسم الله الرحمن الرحيم. غادي ندخلو للتبريد التالي. التبريد التالي شفت يقول اون انتيليزون لي بوان اكس زيرو ايكال دو اكس ان ايكال دو فيرجول سانك اي اكس دو ايكال كاتر تخوفي لو بولينوم كي انتربول اف لي اكس ايكال واحد على اكس. الوغ هنا مطلب منا نحسبو لا صورة لا والو, مطلب منا نجبدو البولينوم كي انتربول اف لي اكس, يعني هاديك البولينوم اللي شفناها في الفيديو السابق في المعطى جوج هي اللي غادي تجبدها في السؤال هذا. بكل بساطة غادي نديرو نفس خطوات, غير هو الاختلاف ما كاين لا صورة لا والو. غادي نديرو الميثود جوج اللي شفناها في الفيديو السابق. الو نكملو كبرو هذا كومسا صافي. اول حاجة كيما قلت لكم هادي اف اكس ديالنا, هادي اف اكس ديالنا. بالنسبة للصور وداك الشيء طبيعة الحال كنحتاجو لي زيكس ولي إيكغيك عاد باش نديرو بولينوم ديالنا. طبيعة الحال هنا معطاونا الصور دابا عطاونا غير دي زيكس. ألور هاد دي زيكس هادو كنشدوهم باش كنديرو ليهم, كنحسبو الصورة ديالهم بالدالة اف لي اكس ايكالا واحد على اكس. كتحسب الصورة, ألور الصورة ديال واحد على جوج إيكال صفر فاصلة خمسة, الصورة ديال جوج فاصلة خمسة إيكال صفر فاصلة أربعة, الصورة ديال أربعة إيكال صفر فاصلة خمسة. طبيعة الحال بهاد الدالة اللي عطاوك كتمشي تكمل الخدمة ديالك. نجيو نشوفو إكس زيرو إيكال جوج, إكس أن إيكال جوج فاصلة خمسة, إكس دو إيكال كاتر. المهم كترتبها بالترتيب باش يكون واحد التنظيف في الترافاي ديالنا. ألور دوز دابا بطبيعة الحال كنحسبو إل إي إكس. إل إي إكس إل إي إكس بطبيعة الحال وريتكم كيفاش كدير اس زيرو اكس هنايا ايكال كتكتب لا فورم ديالك بطبيعة الحال. بما انك في زيرو هاد نزيدو نوضحو بالالوان, بما انك في زيرو يعني في هاد الخطوة هادي في هاد المنطقة هادي غتكتب هنايا اكس اكس جوج جوج, وعاد في هاد القيم اللي تكتب هنا وهنا 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 كتكتب جوج فاصلة خمسة جوج فاصلة خمسة اربعة اربعة. نفس الطريقة كيما التمرين الاول, الاختلاف البسيط هو اننا كنستعملو الميثود التانية مكاين لا صورة لا والو, كنحسبو غير البولينوم ديالنا. بالنسبة لل زيرو شديت انا كالكاتريس حسبت هادو كاملين التحت كيساوي واحد, وهادو عملت ونشرت وداكشي عطاني هاد القايمة هادي. الوغ زيرو سالينا منها. شوفوا الان الان نفس الطريقة, بما اننا هنايا بما اننا في الان يعني في هاد القايمة هادي, يعني في هاد القايمة هادي هادي غنستعملوها غادي تدخل في الحساب ديالنا. غادي نكتبو لا فور اكس اكس هنا جوج فاصلة خمسة جوج فاصلة خمسة, غيبقاو لنا هاد القايمة هادي جوج وصبع لنا أربعة يجي جوج جوج أربعة أربعة. كنحسبو الحساب ديالنا طبيعي. حسبت هادي بكالكيتريس وهادو عملتو نشرتو داكشي نشرتو عملتو داكشي خرجت لي هاد القايمة هادي وفرقتها باش تبان. حتى راه فرقتها هنا باش تبان. نشوفو هنايا ال دو اكس ايكال القايمة التالتة هنايا اكس اكس اربعة اربعة. كناخدو جوج قيم اللي بقاو من الفوق جوج 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 فاصلة خمسة جوج فاصلة خمسة, كنحسبو طبيعي وكنفرقو هادشي ونعملو. المهم شوفو راسويت ديال الدرس في الفيديو القادم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.